وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب الصحفي المهتم أيضا بالتخطيط العمراني الأستاذ بدر الحمدان. أستاذ بدر مرحبا فيك. مرحبا مساء الخير. في البداية ما هي مقومات التي تساعد في النمو السكاني بالعاصمة الرياض؟ شكرا جزيلا. طبعا بطبيعة الحال يعني لا يمكن الحديث عن المقومات بشكل مستقل دون أن نتحدث أن الرياض كعاصمة للمملكة الحديث عنها هو حديث عن مدينة مخضرمة عمرانيا صراحة. الرياض اليوم يعني من المدن التي تمتلك الرصيد من الخبرة والتجربة الكبيرة في التعامل مع المتغيرات الحضرية، وهذا بشكل مؤكد سيساعدها في استيعاب كل المبادرات الطموحة اللي طرحت. يعني اليوم لو نظرنا للتوجهات اللي تسير عليها مدينة الرياض، أعتقد أن احنا أيضا ننظر بثقة كبيرة نحو ما ورد في الإعلان الحضري اللي قدمته الرياض مؤخرا في مجموعة اليو 20، وهذا يعني دليل كبير جدا على أن هناك عمل منظم لموضوع التنمية الحضرية. اللي ممكن احنا يعني نناقشه بشكل مركز في هذا الموضوع، يعني لو رجعنا لكلمة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير الرياض، هو ذكر أن المملكة اتخذت مسار جديد في التغير الاجتماعي والحضري والاقتصادي والعمراني. هذا يعطي دليل على أن الرياض اليوم مدينة ليست منفردة بقرارها التنموي، هي جزء من منظومة تطوير وطنية عملاقة وطموحة. وأعتقد أن يمكن لما طرح موضوع هدف الرياض لزيادة معدلات النمو، يمكن هذا شكل هاجس لدى الناس المختصين في التنمية العمرانية. لكن في اعتقادي الشخصي أن ذهاب الرياض لزيادة معدلات النمو السكاني اليوم هو تحول حقيقة في عقلية التعامل مع مشكلة قائمة وتحويلها إلى هدف منظم يمكن استثماره. نتكلم هنا التخطيط الخاص بالمدن، هل يجب أن يتغير مهندس بدر ولا لا؟ يعني التخطيط أحيانا يأتي طولي في بعض المدن وأحيانا عرضي، ما هو الأفضل حتى يستثمر أكثر إمكانية لاستيعاب الناس؟ طبعا تخطيط المدن هو عملية مستمرة، وكون تخطيط المدن عملية تتعامل مع كائن حي، فبالتالي نفس عملية التخطيط يجب أن تكون مرنة متطورة قادرة على استيعاب المتغيرات. يعني أنا أضرب لك مثال، يمكن الجانب الإحصائي يؤكد بشكل كبير جدا على كثير من الأمور. اليوم الرياض تستحوذ تقريبا كمنطقة على 25% من سكان المملكة. اليوم تحتل 49 المرتبة 49 عالميا من حيث عدد السكان. سكان تتجاوز معدلات النمو يتجاوز 4%، هذا هاجس كبير. لكن أعتقد اليوم احنا كمتخصصين في التخطيط العمراني وإدارة المدن يجب أن نكون أكثر انفتاح على مثل هذه المبادرات الجريئة المرات الطموحة. اليوم عندما يعني نتحدث عن زيادة معدلات النمو، نتحدث في الرياض عن برنامج استثماري بقيمة 800 مليار دولار، نتحدث عن 18 مشروع طموح موزع على أنحاء المدينة. اعتقادي هذا التوجه التنموي هو توجه منظم واستقطابي لعملية النمو التي كانت تتم مستقبلا بشكل تقليدي. أيضا اليوم ما أنسى، يعني لو رجعنا لرؤية المملكة 2030، أهم محور جاء في الرؤية كان هو بناء مجتمع حيوي. اليوم لا يمكن أن تبني مجتمع حيوي دون الأخذ بتوجهات جديدة تعنى بالتخطيط لإعادة تركيز التنمية. اليوم الكثير يتحدث عن موضوع التنمية المتوازنة وإعادة انتشار السكان في مناطق المملكة. الرياض اليوم يعني بعد مرور كل هذه السنوات، يعني رجع ل 1960 كان معدل التحضر ما يتجاوز 31% في مناطق المملكة. في 2018 ارتفع إلى 83%، هذا يدل على إيش؟ يدل الحقيقة على أن حنا طوال 60 سنة الماضية لم نصل إلى أهداف التي يعني كانت ترمي إلى تنمية متوازنة، ولازالت الرياض اليوم تستقبل 23,000 ساكن جديد. يعني 75% من هؤلاء الناس في الرياض حسب إحصائيات سابقة قدموا من أجل العمل. طيب
الكاتب الصحفي والمهتم بالتخطيط العمراني المهندس بدر الهمدان، شكرا جزيلا لك.